هذا هو الإسلام. أتلك حقيقته؟ أين الرقيب؟ أين الرقيب على المصنفات؟ أين الرقيب على الفساد؟ أين الرقيب على الانحلال؟ أين الرقيب على من يعتدي على حدود الله؟ أين الرقابة؟ أرقابة علينا؟ أرقابة على المساجد؟ أرقابة على المساجد؟ والله الذي لا إله غيره، لقد حدثت عندما ذهبت لعيادة مريض في إحدى قرى الغربية منذ ثلاثة أسابيع، وبعدما زرته ودعوت الله له بالشفاء أرسل إلي المريض وقال: لقد حضر رجال الأمن عندي وسألوني لماذا صارت وماذا كنتم تقولون وماذا قال لك. هل خطب؟ هل ألقى خطبة؟ زيارة المريض تلقى فيها الخطب. وهل أزور المريض لنقوم باتفاق جنائي على قلب نظام الحكم بالقوة؟ والله الذي لا إله غيره، وأنا أقسم غير حامد، أقسم في هذا المكان الطاهر، لو عرضت علي مناصب الدنيا لأغلقت الباب أمامها جميعا. والله الذي لا إله غيره، أنا لا أرضى بمنبر رسول الله بديلا، لا أرضى بديلا. كم من ترقيات عرضت، وكم من مناصب قدمت، وكم من إغراءات قيلت، وكم من مسؤولين زاروني في بيتي لعرض المناصب من مصر وخارج مصر، ولكني دعوت الله قائلا: احيني اماما وامسني اماما واحشرني وانا ساجد بين يديك يا رب العالمين. مناصب؟ اي مناصب؟ ان المناصب بلاء، بلاء وابتلاء. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة. ندامة، رقابة على المساجد، رقابة على اصحاب الثقول، على من يطلق لحيته، رقابة على من يصلي، رقابة على من تغطي شعرها. كان الواجب ان تكون الرقابة على الفساد وعلى الافساد وعلى المفسدين. والله الذي رفع السماء بلا عمد، لقد عاصرت مشكلة منذ ايام لشاب يبكي البكاء المرير، كان مع مجموعة من الشباب وارادوا ان يقضوا ليلة حمراء. فلما اعدوا العدة واحضروا الخمور واغلقوا غرفة العمليات على فتاة ساقطة، دخل الواحد بعد الواحد في غرفة العمليات الشيطانية، ولما دخل اخرهم ليثني بهذه الفتاة نظر الى وجهها فوجدها اختا. الديان لا يموت.
الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره، ان كنت هذا لبيبا فافهم. ان الزنا دين، فان اديته كان الوفا من اهل بيتك تعلم. يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. ووقف عاجبا، وقف عاجبا امام عرض قد هتك، وفي ذهول قال لها: ما الذي جاء بك الى هذا المكان؟ وعلى جناح السرعة قالت: وما الذي جاء بك الى هذا المكان؟ الجزاء من جنس العمل. اسأل الله ان يقبل منه توبته، فقد ندم على ما حدث وبكى بكاء مفرطا. هؤلاء هم الذين يجب ان يتعلموا الادب، يتعلموا الادب مع حرمات الله ومع حدود الله. اما ان توضع الرقابة على اصحاب اللحى، ان الله يعلم ورسوله يشهد انه ما من يوم يمر الا ويأتي الى هذا المسجد شباب منهار. لماذا اراك منهارا ايها الشاب؟ فيقول: لان ابي اوعدني بالطرد من البيت ان لم احلق لحيتي، ان لم احلق لحيتي. انا لست ادري، ولماذا لست ادري؟ لست ادري ما الذي يضر الدولة من لحية اطلقها الشاب حقا في رسول الله. اذا رد الشباب شنبه واطلق شواربه على جسده العليا يعتبر مواطنا صالحا، فاذا ما اطلق لحيته وضع في دوائر حمر. عندما ترون الشباب يسير وراء اعظم الرجال واكرم الرجال وافضل الرجال محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لماذا؟ صلاح جاهل يكتب ما يشاء، مصطفى حسين يكتب ما يشاء، ولقد رسم ذات يوم من الايام ديكا ووراءه تسع دجاجات وكتب فوق الصورة: محمد جمعة زوج التسعة. يقصد الرسول وامهات المؤمنين، يقصد الرسول وامهات المؤمنين. والله الذي لا اله غيره، لو ان هذه الصورة كتبت عن الانبا شنود، عن الانبا شنود، والله لقامت الدنيا وما قعد، وما قعد. لو ان صورة مثل هذه الصور كتبت على عباد الكنيسة
وعلى رواد الكنيسة لا اهتز الكرسي هناك في البيت الابيض الذي اسأل الله ان يجعله دائما اسود. لكن الاسلام يعتدى على حرماته ونبي الاسلام يعتدى على حرماته وبعد ذلك توجه التهم الى المسلمين بانهم خطفوا 30 فتاة نصرانية. الا تحدى اكبر عمامة سوداء في مصر ان استطاعت ان تذكر لنا اسم فتاة واحدة خطفها المسلمون. المسلمون او المؤدبون. المسلمون لا يعرفون خطف البنات. المسلمون لا يدينون بهذه الاخلاق. ان الله لا يصلح عمل المفسد.